أوقفوا القمع والاغتيالات فوراً وحاسبوا المجرمين. صرخة مدوية أطلقتها أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني في محافظات العراق المختلفة في مؤتمر عقد بمقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في بغداد، للمطالبة بوقف استهداف ناشطي ثورة تشرين بالخطف والقمع والاغتيالات. المتحدثون في المؤتمر أكدوا أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في حماية العراقيين، كل العراقيين، وأن تفرض سيطرتها بالقانون على حامل السلاح المنفلت وقتلة الشباب العراقي. وما يثير الاستغراب أن أغلب هذه الحوادث قد وقعت بالقرب من مؤسسات أو سيطرات أمنية، وبعضها توثقه أجهزة التصوير بشكل واضح، الأمر الذي يؤشر على تقصير هذه الأجهزة والحكومة في أداء واجباتها في حماية أرواح المواطنين. المؤتمر شهد أيضاً إطلاق المبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين بهدف حشد الجهود الشعبية والحراك السلمي في مواجهة ما يريدون للعراق أن يبقى أسير البندقية الميليشياوية ومن يديرونها من خارج الحدود. من كل العراق قد وقعوا على هذا البيان. إذن هي المشكلة مشتركة لمجموع العراق. هنالك شعب يريد تغيير، وهنالك مجموعة تسيطر على الدولة لا تريد التغيير، ولذلك نجد بأنهم يختطفون والسلاح المنفلت وغير ذلك. هي إذن مبادرة لبناء موقف شعبي جامع لا يقتصر على محافظة عراقية دون أخرى، مبادرة تؤكد أن الحراك الشعبي في العراق آخذ في التطور والاتساع ورص الصفوف الوطنية من أجل هدم ما بناه المحتلون وأعوانهم الفاسدون وبناء عراق جديد يملكه العراقيون وحدهم.